يلا نعمل مع بعض أطيب كوبة من دون استخدام الماكينة. أول خطوة لوصفتنا، رح نحتاج لنقع كيلو من البرغل بالماء الساخن المغلي مدة ساعة كاملة. بعد مرور ساعة لنقع البرغل، ضفت نص كيلو من اللحم الناعمة وبرش الليمون ونعنع فرمته ناعم. طبعا هاي الخطوة اختيارية، النعنع والليمون، بس بتعطيها كتير طعم طيب، بهار مشكل ومعلقة من الملح. طبعا بتحتاج لكثير عجن، تقريبا اخذت معي ساعة الا ربع او نص ساعة وانا بعجن فيها. وصلنا لمرحلة التشكيل. طبعا انا بحب اشكل العجينة واخلي طبقة الخارجية رقيقة واحشيها باللحمة بهذا الشكل. هاي الوصفة بتحتاج لجهد وتعب ووقت في تحضيرها، لكن بتستاهل التجربة. بعد انتهاء من الكمية، راح نقلي كمية من الكبة. أثناء القلي لازم يكون الزيت غزير وساخن، وما نضيف عدد كبير من حبات البرغل في الزيت. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، بتمنى تجربوها، وإلى اللقاء في وصفة جديدة.